السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. فيديو جديد، نهار جديد، كيف ما كتشوفوا خوتي وخواتاتي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كوزينتنا الجديده المتواضعه الجديده. غتويا حنان او توميلات كنتو غنقول لك لا، محنه صلحناها واحد شويه الاصلاح، وبغيت نشاركو معكم وتعطيوني الاراء ديالكم وتقولوا لي كي جاتكم كوزينتنا. اول حاجه كوزينتنا ماشي شي كوزينه كبيره، غير صغيره، مي صيبناها شويه عدلناها، تتقولوا لي كيف جاتكم. بالنسبه في الدخله راه نتوما كتشوفوا الباب هنايا، نيشان هذا اتجاه ديال الباب، عندنا فيها الثلاجه. هادي تبارك الله راه قديم، راه نقول لكم تقريبا دابا راه شي 15 عام. صراحه هاد لا مارك هادي الجي، يعني شي حاجه اللي زوينه عمرها ما خسرات، يعني من النهار اللي خديناها كنقول لك دابا تقريبا اكثر من 15 عام وهي باقا عندنا. صراحه الثلاجه زوينه، درنا فهاد البلاصه بنينا ليها هكا صافي، ودرنا الفوق عاوتاني داك ديال الالومنيوم هكا، وعاد الفوق كاع دوزناها كلها ب دوزنا الومنيوم، درنا هاد الكوليس هذا. بالنسبه للفوق راه نتوما عارفين كاع الحوايج اللي ما تنحتاجوهمش درناهم الفوق هكا، تيبقاو مطرفين النهار اللي تنبغيو غنديرو السلوم ولا نطلعو فوق البوطاجي هكا ونجبدوه هكا. درنا هاد اختارينا هاد اللون الكري، بالنسبه كري مفتوح، لان نتوما كتعرفوا لا كويزين عيال صغيره ما تتبغيش غديري لها شي لون تغمقي به، يعني لابد انك ديري شي لون باش هكا تكبري. يعني بالنسبه للصباغه صبغنا بالبيض صافي، ودرنا هاد الالومنيوم درناه بالكري كيف ما كتشوفوا هكذا، درنا قولي على شكل ال صافي. الفوق درنا كوليس، وهنايا لتحت درنا الدفات صافي، ولتحت عاوتاني نوريكم هنا. بالنسبه درنا الطاجيرات، حنا دخلنا هنايا دخلنا النوار هنايا، يعني كيبقى لكم الترتيب على حسب هنايا، غير حنايا غير زقينا وصافي، باقي ما درناش شي ترتيب اللي هو يعني حنت يلاه. دابا انا وريتكم غير هنا الكوزينه، يعني يلاه سهل المعلم هذا، بغيت نوريكم يعني كوزينتنا كيف درنا شويه الاصلاح. راه نتوما عارفين الكوزينه بالنسبه للمراه شي حاجه ولا بد انها خاصها تكون ليها، تبغي ملي تشقى تبغي تحس براسها مرتاحه. وهذا بالنسبه هاد البلاصه هادي خليناها بلاصه الفران صافي. وهنايا درنا هادي كبيره هنايا، راه غير حطينا مع علاقه داكشي كلشي كيف ما قلت لكم، راه باقي ما كاينش شي نظام اللي هو مي غير قادينا شويه شويه، كاين باقي خاصنا بزاف د الحوايج. مي خدينا هاد لاهوت هادي، بالنسبه هادي راه حنا نتوما عارفين ما خديناش شي حاجه كبيره، على حساب حنت هنايا درنا دالات ماشي درنا الصنادق تاع الالومنيوم، ما عندناش كيفاش نديرو ناخذو ديك الكبيره، خدينا هادي غير صغيره. هادي خديناها ب 600 درهم، صراحه زويونه، يعني دابا تقريبا شي شنقول لك وقيلا شي 3 ايام ولا 4 ايام خدمنا بها، مزيانه يعني كتمتصل لنا داك نتوما عارفين، بخصوص وقت هكا في الحال سخون وهذا والزيوت وداك الشيء، يعني كتخلي لنا الدنيا منيطويه هكا. وخدينا هاد الكاستري صراحه حتى هو زويون، هذا خديناه ب 800 درهم، يعني بالنسبه ثمن مزيان صافي. وهذا الرخام درناه هنايا، هادي راه ما ديوش على عرفتي، هادي راه قديمه 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 عندنا، عرفتي راه تقريبا غتكون دابا عندنا شي 8 سنين، ما ديوش على ايدياتي عرفتي، مساكن كار والعصا ديال بصح عرفتي، جافيلو الروينه يعني ما كاينش. نتوما عارفين ملي كيكون عندكم شي اصلاح راه كتكرفيس ديال بصح عرفتي، راه ولاو حالتهم ان شاء الله غير نكملوا الروينه هذا ديك الساعه رجعنا ثاني وفيروسنا. كيف ما قلت لكم هذه ان شاء الله غادي نبدلوها، غير دابا ما حد باقا مرونه الدنيا، وباقي بزاف الحوايج خاصينا. كتعرفوا الاصلاح يعني الاصلاح كيبغي الفلوس، ملي كتبديه كتبان لك يعني كتكوني حاطه واحد الثمن اللي انا كديري به كتولي خارج عليه بالنص بالنص تقريبا. قلنا دابا ملي صلحنا هكا شويه بلاتي، لان كيف ما قلت لكم باقي خاصنا هنايا الفران، وباقي خاصنا هنايا بغينا نديرو هنا ماكينة الصابون، هيا تا هي بلاصتها راه كيف ما كتشوفو باقا خاوية صافي. هادشي هو اللي كاين، يعني درنا ليها تنظيم عادي، يعني راه كيف ما قلت لكم الانسان ملي بعدا كيصلح كتولي هاديك الساعة
كل مره كتحيدي شويه، كل مره كتاخدي شويه، يعني كتبقاي هذيك ملي كتولي تبان لك مقاده وصافي كلشي مرتب فيها، يعني كتولي كل مره كتاخدي حاجه، كل مره الحاجه اللي بانت لك محتاجاها كتاخديها. خدينا هاد سميتها هادي حتى هيايا، صراحه انوكس زويونه شديناها. بالنسبه حنا كيف ما قلت لك يعني كنحاولوا ما امكن اننا نستغلو، ما عندناش لي سباس اللي هو كبير، شدينا هنايا علقناها صافي. هادشي هو اللي كاين. هنايا الروبيني بالنسبه لبابو حنايا درناه عير صغير على حساب ان ما عندناش شي مساحه كبيره، ضروري ما اننا نحاولوا ما امكن اننا كنستغلوا لي سباس. هنا الفريغو ديالنا يعني ما سخيناش به، فريغو كبير ولكن ما قديناش نحيدوه برشات لينا تبارك الله التيسع، يعني خلينا هادشي هو اللي كاين. صبرنا درنا ليه حتى هو يشرينا ليه هادي هاد الكروسه ديالو او هاد اللي كتحط فوقه صافي. وهنا خليناه درناه فهاد البلاصه، راه واخا تبارك الله واخد، كون كنا ما واخدينش نقدروا ناخذوا واحد يكون على صغير بحال هكايا. مي راه نتوما عارفين الكونجيلاتور يعني كتنفع ديال بصح. هادشي هو اللي كاين. بالنسبه تبارك الله الالومنيوم راه كيهز كيهز هنايا، راه حنا كيف ما قلت لك ما رتبناش شي ترتيب، مي راه حنايا شويه صافي. هنا كيف ما كتشوفوا كيبقى لكم بخصوص الناس اللي كيكونوا عندهم الاواني بزاف، يعني هاد الالومنيوم صراحه كيكون زوين كترتبي فيه كيف ما بغيتي. هنا حنا راه باقي مازال عير هاد الشيء عير اولي، يعني انا وريتكم عير يلاه كيف ما كتشوفوا باقي الدنيا باقي خاص ترتيب. بالنسبه هاد البلاصات اللي خليناهم بحال هكا الشيء ديال كوكوطات ولا برامي ولا داكشي اللي كنكونوا محتاجينه وما غيشدش لينا بحال هكا نديرو طاجيرات. ما باش لكم قلم مزيان صافي. هنايا ما قسمناش خلينا هكا باش نبغيو نحطو بحال هكا الشيء ديال الالومنيوم هكايا وديال يكون داكشي كبير صافي. هادشي اللي كاين الطاجيره هادي حطينا في داكشي اللي باقي بالكراتن ديالو ما جابدينوش. كيف ما قلت لكم يعني هادشي عير بالنسبه عير الاولي، يعني عير التطراف الاولي هادشي هو اللي كاين. المهم راه حنا بعدا جمعنا شويه وهاديك الساعه كتولي كتاخدي راحتك في الجميع. بالنسبه هاد الالومنيوم هذا يعني طلع لينا بمليون، درناه ب 10000 درهم. صراحه زوين، انا بالنسبه ليا يعني عجبني الكولور. هادي حتى هي زوينه تبارك الله، راه متيسعة كيف ما كتشوفوا. هذه هي الكوزينه ديالنا المتواضعه. تتقولوا لي كيف جاتكم؟ بالنسبه للزليج حتى هو عجبني، يعني خدينا في نفس لو تيم ديال هذه ديال الالومنيوم، دخلنا بحال هكا البيض والكري. كيف ما قلت لك انا حاولت انني نعب على لي كولور اللي هما مفتوحين هكا البيض والكري، ودخلنا شويه نواغ بالنسبه للالومنيوم. هادشي اللي كاين، هذه هي الكوزينه ديالنا صافي. هادشي ما ماشي شي حاجه، هذا مي بغيت نشارك معكم وعطيوني الراي ديالكم. درنا هاد الشاريو حتى هو درنا فيه القراعي، مي حنا باقي ما خديناش هذيك ديال العطريه، بغيت ناخذها في الجرانيت. بغيت هاد البلاصه خليتها عليها بحال هكا نعلقوها هنايا حدا هاد البانيني صافي. هادشي اللي كاين يعني مازال خاصنا فرنت الضو، خاصنا فرنت الكاز ولا بد منهم، وخاصنا هادي ماشين ديال الصابون لان عندنا عير العاديه صافي. هادشي اللي كاين، هادي هي الكوزينه ديالنا. تتقولوا لي في التعاليق كيف جاتكم، هذا هو الزليج، تتقولوا لي الزليج كيف جاكم. شاركت معكم الكوزينه ديالنا، مازال خاص هكا الواحد يمسح يعني طويير. انتم عارفين واخا بالخصوص في المره الاولى ملي كتبركي كترتبي راه انت كتمسحي والغبره وهذا صافي. هادشي هو اللي كاين. دالينا هنا ثلاثه، دالينا الديغرادي ديال الكري دار لنا بالنوار، دار زوج هادوك في الكري وهذيك صافي هكا يعني مزيان. بعدا عجبني، تتقولوا لي نتوما الراي ديالكم. درت هاد العيبه هادي، درت فيها بابي ودرت فيها الالومنيوم هكا تكون قريبه ليا. هذوك لا تاع سميتو تاع
الصفارات ديال الكوكوس باش يكونوا حدايا باش ما يضيعوش ليا ولا شي حاجه. صافي هادشي هو اللي كاين. العجانه حتى درتها في ديك البلاصه مطرفه تاع السكر واتاي، يعني مبدئيا الواحد يقاد بواحد هادي، وان شاء الله بشويه بشويه نقادو. حتى لهنا غادي نقول لكم مع السلامه، وباش ما كنكتبوا لي لي كومونتيرات قولوا لي كيف جاكم الذوق ديالنا، نتمنى انه يعجبكم. يلا مع السلامه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.